هلا بالنسبة للفيديو اللي انتشر هم بيطلقوا النار علي، هذا عشر بالنية من الإهانة والوجع اللي أنا ذقته من الجنود. لو صار يحكي لي انت وين رايح، صاروا يصيحوا وكلام انا مش فاهمه يعني بالعبري، صار يحكي لي سكين مش سكين، صرت حاسس انه يعني راح يطفني ويرمي فوقي السكين. رجلي على راسي على ظهري في البارودة في ايدهم، نزلوني على الارض يعني حطوني على الارض راسي على الارض، واحد يدعسوني جندي يدعسوني وجندي يدعسون، هم كانوا يضربوني الست جنود وطول الوقت ماسكين التلفون البليفون الخاص فيهم وبصوروا. طبعا طول الوقت هم واضح 100% انهم بيضحكوا وبتسلوا علي، حتى يعني في فتره الضرب الثلاث ساعات طول الوقت يعني كل جندي يجي يمسك البليفون شويه يتناوبوا على الضرب يعني. اشهر السلاح بزياده ورفعوا علي الجندي دغري، لفيت ورفعت ايدي من غير ما يطلبوا مني، رفعت ايدي انا من غير ما يطلبوا مني، بس عشان يعرفوا انه انا بديش اعمل ولا اشي يعني، رغم انه كنت يعني ثلاث ساعات واكثر من ثلاث ساعات هم بيضربوني وانا يعني خلص بس بدي اروح. لما اطلقوا الرصاصة علي يعني انا ارتميت على الارض، فكرت حالي استشهد، كنت مغمض عيني خدي مش قادر احرك ولا اشي بجسمي يعني. كنت بس يعني بفكر اني بتشاهد وخلص، فكرت حالي اني استشهدت.